عودة لكم من جديد مشاهدي الكرام، وما زلنا معكم في قهوة الصباح. وهذه المرة مثل ما أسلفنا الذكر في الابتداء، سيكون الحديث حول مبادرة جدا جميلة، مبادرة مبخرة، مبادرة تراثية وطنية تم تدشينها حقيقة في احتفال جمعية المرأة العمانية بولاية السيب يوم الاثنين. التفاصيل الشائقة حقيقة حول هذه المبادرة وأبرز الأهداف والتطلعات والآمال التي تسعى لتحقيقها سنتعرف عليها بوجود الأستاذة فاطمة بنت خميس السلامية، نائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية سيب. مرحبا وسهلا أستاذة فاطمة، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوة الصباح. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة، ونحيي مشاهدين برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا أستاذة فاطمة، نورتينا وشرفتينا. قبل أن ندخل في تفاصيل المبادرة، مبخرة يعني العنوان شدنا في البداية، فحابين نتعرف أكثر على سبب التسمية، وبعدها رح إن شاء الله ندخل في تفاصيل المبادرة إن شاء الله بإذن الله. مبخرة هي مبادرة تراثية أطلقتها جمعية المرأة على مسمى لهذه المبادرة، تراثية بمعنى من المسمى أنها هي مبخرة. وسبب المسمى يمكن تتساءلوا ليش مبخرة؟ مبخرة لأنها تراثية، مثل ما نعرف التراث هو القديم ما زال موجود، فنحن نحاول الموروث والتراث القديم نحاول نوصله بالحديث الحاضر. نعم. فهذه المبادرة فيها مثل ما تقولي جميع التراثيات أو الموروث العماني، سواء كان بالعادات أو التقاليد أو الأعمال اليدوية لكبار السن، نحاول ننقلها للفئة اللي الحين موجودة اللي هم الجيل الحالي. الجيل الحالي هو. نعم. هذا أو هذه المبادرة، مبادرة مبخرة، في حفل بهيج وجميل كان لجمعية المرأة العمانية بولاية السيب احتفاء بالعيد الوطني 52 المجيد، تم تدشين هذه المبادرة صحيح تحت رعاية صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد الموقرة. فأريد أعرف من خلالك يعني إيش حاطين في بالكم، إيش آلية التنفيذ والعمل أساسا لهذه المبادرة، كيف راح يتم؟ هو أساسا راح تكون لجنة من ضمن اللجان الجمعية، بتكون لجنة جديدة ممتاز بنضمها للجان اللي موجودة حاليا في الجمعية، فنحاول نستقطب مثل تقول كبار السن الجدات أو النساء الكبار اللي عندهم خبرات سواء في الأعمال اليدوية أو سواء في الحرف التقليدية، الحرف التقليدية سواء كانت في النسيج أو الفضة، صناعة الفضة. نعم. أو في الخشبيات، في الفضيات، في الأعمال السعافية، فنحاول نضمهم لهذه. هو ما زال إحنا عندنا موجودين هذه كم واحدة، صارنا في استعانوا من أتوقع من وزارة التراث كان محتاجين لهذه الفئة. نعم. فأنا فكرت ليش ما نحاول نحطهم أضوات معانا في هذه، فصار إنه كان محتاجين منهم ألعاب شعبية، فجبناها الجدات أو الأمهات فخذينا من الألعاب الشعبية اللي كانوا قبل يلعبوها. جميل. أو كان يعلموها الأطفال في المناسبات أو كذا، فحاولنا بدينا نوديهم بعض المدارس فعلمنا الأطفال، فهذه ساعدوا فيها أن هذه وفي أشياء مسميات قديمة ما كانوا يعرفوها، فمن هذه الناحية إحنا حبينا نحطهم في هاللجنة، في هذه اللجنة ندمجهم معانا ونستقطب بعد إن شاء الله بإذن الله تعالى بنكون نفتتح هذه اللجنة، وكان أول أمس تاريخ 21 هو التدشين. ما شاء الله جميل، يعني دشينات تزامنا مع احتفالات أيوة. البلاد بالعيد أيوة. الوطني. اخترنا هذا الوقت بالذات. نعم ممتاز جدا. إذن هي مبادرة تراثية ثقافية لغرس خلنا نقول موروثات العمانية أيوة. في الجيل الحالي أيوة. ما أهدافكم الأخرى التي تسعوا إلى تحقيقها من خلال هذه المبادرة أستاذة فاطمة؟ إن شاء الله راح تكون كمشاركة سواء في المدارس أو في الاحتفالات، أو بعض الأحيان دائما طلبوا من الجمعية نبغى الموروث أو نبغى الأشغال الموجودة معاكم في الاحتفالات. نعم. تكون بارزة. نفس الشيء نبغى تعلموا الأجيال الجديدة هذه الموروثات القديمة أو المسميات. نعم. أو الألعاب الشعبية، فبنكون إن شاء الله بنتعالى نتشارك في المجتمع كان كمشاركة معنا. نعم. طيب أستاذ فاطمة، يعني كونك نائبة رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية السيب، أريد أعرف من خلالك يعني أهمية فعلا الشراكة، التعاون، التكاتف ما بين مختلف أفراد المجتمع، ما بين مختلف أيضا المؤسسات سواء كانت الحكومية أو الخاصة، في إنجاح وإقامة مثل هكذا مبادرات تعنى تحديدا بالجانب التراثي لهذه السلطنة. نحن مسمى جمعية المرأة، لكن بالعكس نحن نتعامل مع المجتمع ككل، سواء المرأة أو الطفل أو الشباب، يعني تعاملنا مع جميع الفئات. نعم. سواء في المؤسسات الخاصة أو الحكومية أو، فدائما تلاقونا مشاركين معهم أي فعالية، مثل نحن مثل مناسبات كذا
بعضهم يطلبوا كمشاركة من اللي نريد الجمعية تشارك معنا. أحيانا نحن مثل الأيام أو الاحتفالات هذه نحن نبادر ونقيمها في المجتمع، فندعو سواء في فعاليات تخص المدارس، في فعاليات للمرأة خاصة، في فعاليات للمجتمع، في فعاليات تكون تزامنا مع احتفالات البلاد، فدائما نكون مشاركين معهم. جميل جدا. نكون مشاركين معنا. جميل. إذن مبادرة مبخرة أكيد لها يعني في مبادرات أخرى غير هذه. أكيد. المبادرة نتعرف عليها أستاذة فاطمة اللي تقوموا فيها بالجمعية. فعاليات، مناشط، برامج تقدموها في الجمعيه مختلف. يعني جميع ولا الخاصه التراثيه هذه جميع بشكل عام؟ بشكل عام ايش تقدموا في الجمعيه؟ والله دائما عندنا فعاليات مقامه، عندنا الحين اقمنا كان عندنا تعليم الفتيات حرفه الفضه ما شاء الله، فما شاء الله تخرجوا لمده تقريبا 10 شهور تخرجوا ما شاء الله عنهم صنعوا صناعه الفضه، وعملنا لهم معرض ضمن مبخره، فكانوا موجودين هناك الاشغال اليدويه الخشبيه صناعه المناديس المبخرة التراثية، فكان معروض في ضمن جبنا لهم هذه صناعة المالح عندنا ما شاء الله في تسويق. جميل. أنتوا كده تفتحوا لهم أبواب رزق. أبواب رزق يعني فعلا. هم يبدوا يشتغلوا في أعمالهم نعلمهم الخاصة، نعلمهم فيبتدوا يفتحوا حال نفسهم ويكون يرتقوا بنفسهم ماديا بالأسر. جميل جدا. أو الأسر المعسرة في نفس الشيء، الولائم قامة الولائم والطبخات هذه، فدائما حفلات الجمعيه ما نجي من برا، من عند الاسر المنتجه عندنا ما شاء الله. أيوة. وهذا طبعا شعور بالفخر انه ودائما ياخذوا طلبات من عندهم، يعني صاروا ما شاء الله حالهم يا صار تسويق عندهم ما شاء الله ما شاء الله. نحن دائما نقول انه خارطه ابداع المراه العمانيه لا حدود لها اطلاقا. أكيد. يعني اكيد. لكن من خلالك ايضا يعني كيف تصفي لي وللمشاهد الكريم العضوات المشتركات اساسا والمنظمات لجمعيه المراه العمانيه بولايه السيب مدى الابداع فعلا وما أوتي أيضا من مهارات وإمكانات وقدرات في مختلف المجالات، كيف تصفيها لي ولخديجة ولكل من يتابع اليوم برنامج قهوة الصباح؟ وأتوقع الابتسامة التي ظهرت الآن على محياك ربما لهي ابتسامة فخر وغبطة وسرور بذلك. أكيد مثل ما قلت احنا نفخر فيهم فعلا، يعني في بعضهم دقينا مثلا يعني نقول طالعة من البيت ما تعرف شيء، أو مثل النساء الباقيات أنا ملانة أو ما عندي شغل أشتغل انضم إلى الجمعية، فهم ماخذين فكرة عن الجمعية أنه فقط حفلات أو كذا فما في، بس لما يجوا الجمعية ما شاء الله ولا خصوصا الحين الفترة الأخيرة الأعداد بتد الزايد. أكيد. فعلا قبل كانت أسماء كم اسم عندنا بس ما نشوف منهم حد، مجرد قد تسجل العضوة وتروح، بس الحين في فعاليات بدت ما شاء الله تجذبهم نجذبهم، سواء ترفيهية أو تعليمية أو ورش، في ورش كثيرة استفادوا منهم، عملنا أيام العيد الوطني يوم المرأة عملنا. جميل. لهم حفلة ترفيهية وجابوا عرضوا منتجاتهم، يعني ما شاء الله استفادوا كثير. جميل. في تقريبا ريزن او كذا فتحوا حالهم مشاريع، علمناهم تسويق ما شاء الله، بدوا يفتحوا نفس الشيء. اقول لما يكون شيء عندنا في اثناء هذا فباعوا ما شاء الله، يعني منتجاتهم ما شاء الله يعني بدت ما شاء الله. أيوة. وكل التوفيق نرجو لهم وايضا لكم وكل ما تقدموه من لخدمه المجتمع وللمراه العمانيه وايضا للطفل للشباب وللرجل، وانتم جزء مهم جدا. أكيد. من المجتمع بكل ما تقدموه من مبادرات من انشطه من فعاليات مختلفه. شكرا لوجودك اليوم معنا استاذه فاطمه بنت خميس السلاميه نائبه رئيسه جمعيه المراه العمانيه بولايه السيب، وكل التوفيق ان شاء الله لكم. كل الشكر لكم ايضا. شكرا. شكرا لك. الله يعافيك. اذا فاصل مشاهدينا وبعدها نعود اليكم، كونوا معنا. We'll be right back.